صراحة يعني انتقادات كتكون صراحة كتعطيك واحد الحافز اللي كتطور المستوى ديالك، يعني بعض المرات كتكون ناقص في الماتش يعني الجماهير كتطالب بالنايل باش يزيد يخدم. الحمد لله حنا ديما كنزيدو نخدمو، اليوم الحمد لله حققنا واحد الفوز اللي كان مهم في مدينة خريبكة. كنعرفوا صراحة الفريق ديال خريبكة يعني ما خسر حتى شي ماتش في البلاد ديالو، كتجمعني واحد العلاقة بامتياز، يعني ما عنديش مشكل مع جمهور الودادي. كنتمنى إن شاء الله باش يزيد يساند الفريق ديالو، وإن شاء الله حنا ديما غنفرحوه وديما وداد.